معقول اتقهرتي عليها قوي كده؟ ولا تكونيش اتقهرتي على نفسك يا نور؟ معقول الحزن اللي جواكي ده حقيقي؟ ولا ده قشرة بتداري بيها احساس اتولد وما كانش ليه مطرح في زحمة قلبه، لابسة وش الحزن عشان تاخدي مكانها؟ ولا انتي بجد زعلانة؟ ولا انتي زعلانة بجد على قهرة حربي عليها؟ من ده وجع، من دي حيرة. يا لهوي، ايه اللي مقعدك كده؟ احنا بقينا وش الصبح، ما نمتيش ليه؟ يا نور بس يا حبيبتي، بس بسم الله الرحمن الرحيم، ما تعمليش في نفسك كده تتعبي. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بنتي تتعبي كده؟ اتعب ايه بس؟ انا من كتر التعب اللي شفته ما بقتش بحس بتعب خلاص. لا حول ولا قوة الا بالله. انا اول مرة اشوف حد زعلان على ضرته كده صراحة، يعني انا مش مصدقاكي. ضرت ايه بس؟ ضرت ايه بس؟ لا بصي لي كده، هو انت مش مراته؟ مش ده اللي قلتهولي اول ما جيتوا؟ كدبنا يا ست سارية، كدبنا. كدبنا؟ يعني ايه كدبنا؟ يعني انت مش مراته؟ انا حياة الله واحدة اترميت في طريقه، ومن ساعة ما بقينا مع بعض احنا الاتنين بقينا مربوطين رابطة واحدة لحد ما ربنا يحلها من عنده. يعني ايه مربوطين رابطة واحدة؟ الكلام اللي انت بتقوليه ده يعني ايه؟ ايه اللي يربط اتنين غربة عن بعض ببعض غير الجواز؟ انت بتقولي ايه يا ستي؟ نصيب يا ست سورة، نصيب. وانا اقول ليه هي بتنام جوه وهو بينام بره على الكنبه؟ بص عليكم، قولولي كنت، قولولي يا ستي، كنت نايمتك معايا تحت بدل ليه كده؟ ما تخافيش يا ست سوري، انا مش هلاقي حد في الدنيا دي كلها يخاف عليا ويحافظ عليا قد حربي. حربي انتي ما تعرفيهوش، بس ده شايل في قلبه حنية الدنيا كلها، حنية أخ كبير خايف على كل اللي حواليه وشايل همه. وانتي شايلة له ايه بقى؟ شايلة له ايه؟ ما تقولي.